ثانية مرتده. أعجب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع الشكر الجزيل للزميل خالد ياسين ولضيفيه الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة متتبعي مباريات الليغا، مشاهدي قنوات بي ان سبورتس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى مباراة السهرة الليلة. وما أجملها من سهرة أن تكون في الكامبر. عرض ثاني داني مارتن يتلقى محاولة أولى وتنتهي التسديدة الأولى، ولكن تصل في الأخير إلى حارس المرمى. أخذ ست نقاط الآن، برشلونة ممكن يأخذ الجول الأول. الكرة عالية جد، فريقه الحالي خسر في الجولة الأولى، يحاول التعويض لاعب، ومرة أخرى أمام المرمى تحولت حلوة حلوة. كنا ميسي يلعب اليوم، كنا ميسي يلعب اليوم، هو الغايب، هو في المدرجات. الجول الأول في الليغا على أرضهم الآن، المباراة الرسمية الأولى هذه التشكيلة، وبالذات يعني بيريز، غريزمان، ديون، وتسديدة الحاضرة. إذا أنت أمام كرة قدم جميلة ممتعة جميلة وأداء حلو. يا الله يا الله يا الله، تكتمل تكتمل تكتمل. لاعبين أمامك يعني الثلاثي الغائب يعني، وبقيادة لكي يحصل على النقطة الثالثة كي يمكن جول، لكن الكرة عالية. 21 تابع ولاحظ، يمكن يسجل يمكن يصنع التسديدة الحاضرة من غريزمان، لكنها تستقر عند حارس المرمى داني مارتن. بشية واحدة الضربة الركنية وصلت، والرأسية الحاضرة لكنها إلى ضربة أردو مارتينو. هو إذن يواجه برشلونة في هذه المباراة في ورحلة تسجيل الجول الأول حتى قبل أن نصل للدقيقة 15، لكن الندم إيش يفيد الندم؟ يمكن تأخذ جول، يمكن تأخذ. الله، ريال بيتيس يفجر المفاجأة المبكرة ويسجل جول الأول في مرمى برشلونة. أنا كنت أقول الفريق الأفضل ممكن يسجل قبل الدقيقة 15، ولكن من برشلونة وصلت إلى ديونج. عجبني وايد 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 ديونج. لا والله، الفرنسي الجزائري الذي سجل الجول الأول. ردة الفعل مستمرة من تعود للضغط، وأمامك الضربة الركنية اللعبات وتقدل، لكن مو باليوم، عادة مع ميسي. وصلت الكرة، التسديدة حاضرة، برشلونة لا شيء عند دقيقة 19 الشوط الأول من المباراة. تلعب بهذا الشكل تقريبا، حائط الدفاع الأول والثاني، وحارس اليد مع التعديلات الجديدة في لمسة اليد عند اللاعب اللي جميل اللمسة. وصلت أيضا إلى الأمام، والتغطية حاضرة من مدافع ريال بيتيس. آخر مباراتين العام الماضي فيها متعة. شوف شوف، ولاحظ معي تمرير جميل، والكرة في غاية الخطورة. إيمر لا 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 لا، مامر أسقط في كيف الخبرة الكبيرة. تعال 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 وخذ البطاقة الصفراء يا بيكي. في بيل فقير نبيل، الله الله، يسد بادلة جميلة، أحلى وأحلى 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 وأحلى، وسقوط على أرضية الملعب. لا لا لا، ما في شيء ما في شيء ما في. مباراة مثيرة جميلة ما بين الفريقين. المدرج شكل مرة أخرى، ويليام كاربايو إلى الأمام، منقول لا شيء. سيميدو يمرر مرة أخرى غريزمان، المدافعين الأصليين، وبالتالي تحاول تبقي النتيجة. قلم يسجل برشلونة، لا أمام الأتلتيك بالباو في خط الهجوم اضطرارا. 16 سنة برشلونة، الله، ضاعت جميلة. هاردلك والله، يحاول يتقدم، يلعبها تصطد،
المضاربة بشيء، ضربة بضربة في المباراة الأولى ما سجل لغاية الآن في المباراة الثانية، صافرة من قبل حكم المباراة، عصب لاعبي برشلونة، كاتالونيا برشلونة الكل معصب، نبيل فقير يسقط على أرضية الملعب في كوبا أمريكا، وصلت الآن جول، جول غريزمان يسجل الجول الأول بقمصان برشلونة، غريزمان يسجل الجول الأول لبرشلونة في الكامب نو بقمصان برشلونة الريال زيدان، لذلك الآن غريزمان وانتقاله وما إلى على الشوط الأول سجل برشلونة هدف، سجل بيتس قبل ذلك، وبرشلونة اللي قدم نفسه بشكل جميل مع برشلونة على غرار ما حدث لرافينيا بنفسه، ضع فرصتين، فرصة قبل قليل الفرصة تيتي، لكن الآن لونغلي يقدم عطاءات ممتازة، محاولة برشلونة مرة تألق وساهم في تسجيل هدف التعادل، تألق كبير للاعبين، الأوضاع تتغير رأسا على عقب، فرصة الجول الثاني أمامك الآن لبرشلونة، ولكن التسديدة إلى خارج أرضية الملعب، وبالتالي محاولة واحدة لا، الوضع مثلا قد يؤثر على مسيرة الفريق الذي يتطلع لكي يكون بطلا لدوري. تقدم برشلونة مرة أخرى، محاولة المرور وتقدم، وغريزمان يا الله الله، الفرنسي الجميل والنادي الكبير واللاعب الكبير والاثنين الكبار والصغيرين، وغريزمان الجميل يسجل من برشلونة، ولكن شراه بعد ذلك ريال بيتس في هذا الموسم الجديد، الكرة المقطوعة، ولكن لاحظ من يدافع، يابو الثاني، يابو الأول، يابو الثاني، الآن يبحثون عن الثالث، الكرة 6-7-8 نقلات يمكن تنتهي بخبر سار ليلي، يا الله يا الله، التسديدة زالت حاضرة، المرور والتقدم الثالث، يا الله يا الله، ليلة الفرجة والمتعة والوناسة، استانس على كيفك مشجع برشلونة، انبسط، استمتع، لا تنام لا تنام، صارت 3-1، قابل للزيادة، سيأتي بالهاتريك، يمكن الرابع، اللي ما يشتري يتفرج، ميسي يتفرج، لويس سواريز يتفرج، اللي ما يلعب يستمتع، لويس سواريز مستمتع، ميسي مستمتع، وجوردي ألبا مستمتع، 30 سنة يجري أمامك بكرة منقولة، ولكن يتابع حلوة أيضا من جوردي ألبا، يمرر الكرة إلى رافينيا ولم سجل، محاولة اللاعب المتقدم أخوكين، طبعا اللاعب الكبير، تحركات لاعب بسن 38 سنة، أمامك 38 سنة، اللاعب الذي يجري إخواكين يمرر الكرة، خلاص جزء من الثانية استقبل وصنع لنفسه الفرصة، وبالتالي برشلونة مرة أخرى النية باتخاذ القرار، الاستلام والصناعة في نفس الوقت، كرة إلى الأمام، مشروع تسجيل الآن الهدف الخامس، الفكرة الطيبة، المشهد مو سهل، مشروع التسجيل الخامس من فيدال بعد مشاركته مباشرة يسجل الجول الخامس، صارت خمسة تقريبا، أول مكيقي فاتي، اللاعب الصغير جدا، الله هدف صاروخي، مع الخمسة هدف صاروخي يأتي من ريال بيتيس، صاروخية ما لا تصد ولا ترد،
لا تير شتيغن ولا نوير حتى، لا تير شتيغن ولا نوير.